تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة افتراضيا خلال فعاليات منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي وحكومة مقاطعة يونان الصينية. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للحكومة الصينية على تنظيم منتدى الصين ومنطقة المحيط الهندي للتعاون الإنمائي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تتزايد فيه الحاجات إلى تعزيز التعاون المشترك لمجابهة آثار التغيرات المناخية خاصة لدى الاقتصادات النامية والناشئة. أصدر وزير التموين علي المصلحي توجيها وزاريا يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية. أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع بياض بليدة محققا إصابات مباشرة، وأضاف أنه تم استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، محققا كذلك إصابات مباشرة لحقت بالجنود المتواجدين في الموقع بحسب بيان صادر عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن لاعبو الفريق مستعدون لمباراة شباب بلوزداد الجزائرية، لافتا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات. وأوضح كولر أن كل المباريات في دوري أبطال إفريقيا صعبة، وأن فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، إلى جانب أن لديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقفه بالمجموعة التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في الإدلاء بأصواتهم، وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات، ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجستية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور داخل وخارج المدن، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة. ووجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين، وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وكذا متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وكلف القيادات الأمنية بضرورة تواصل غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة التعامل مع المستجدات، مع التواجد الفعال لهذه القيادات وسط القوات لضمان استيعابهم للمهام الموكلة إليهم. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بحسم، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات
تعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على مواجهة التحديات.